يبدو أن السودان مقبل على أيام حارة، ليس بشمسها وإنما بدخان البنادق، طائرات تحوم وتقصف، وقطع عسكرية تتحرك وتحاصر. أما صوت السلاح فهو سيد الموقف اليوم في الخرطوم، فما الذي يجري؟ تقول الأنباء القادمة من السودان إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مناطق عدة من البلاد بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وتركزت في العاصمة الخرطوم ومدينة مروي شمالي البلاد. وأفادت وسائل إعلامية بوصول الاشتباكات إلى القصر الجمهوري وفي محيط مطار الخرطوم ومحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعلن لاحقا قوات الدعم أنها سيطرت عليها جميعا بالإضافة إلى قاعدة مروي العسكرية. وتأتي هذه التحركات وسط تراشق في البيانات الإعلامية بين الجيش وقوات الدعم السريع وتبادل الاتهامات والتخوين. تعود بذور الخلاف بين السلطتين العسكريتين في البلاد حول ملف دمج قوات الدعم في الجيش السوداني وآليات وكيفية هذا الدمج التي حدد تفاصيلها الاتفاق الإطاري الموقع نهاية العام الماضي، ليتحول الصراع لاحقا إلى تحشيد عسكري وسباقا لبسط السيطرة العسكرية على البلاد التي تعيش على وقع اتفاق هش بين المكون السياسي والعسكري لإنقاذ السودان جرى توقيعه منذ أيام. في البلد الذي يعرج متعثرا باتجاه الديمقراطية، يأتي الصراع العسكري اليوم ليضع السودان على سكة مجهولة النهاية. فإلى أين ستؤول مقادير الأمور في بلد بات ساحة لصراع الإرادات الخارجية؟